ومع الأسف الشديد ما أقدر أعتب على حدا، هي الظروف والأيام حجبتني عن الشاشة أو حجبتني عن اللقاءات، ما بقدر أدين حدا، هي الظروف، ظروف مرت على الكل، شيء كويس وشيء مو كويس. لذلك أنا فرحان ومبسوط بعد 30 سنة أعمل هذا اللقاء وأطلع الناس من جديد، وأنا مبسوط الحمد لله بهذا اللقاء وشرفت بكم، وأنا أعتز في مؤسستي، أعتبره مؤسستي هاي التلفزيون، مبنى التلفزيون، لما أتيت عليه بال69 لحد الآن ما تحركت أنا من دمشق، لغبت من التسعين، غبت عن وجودي كفنان، ظروف عدة وسفر وياما، أما انطيت حقي أنا وأثبت وجودي وضعت البصمة سنة 70 70ات، وسافرت على الخليج كثير وسافرت على الأمة العربية كثير، وأنا بديت يوم ما بدت الحركة التصحيحية على زمن سيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد، وكان وزير الإعلام أحمد اسكندر، ولما غنيت أنا أمام الرئيس كان ضيف سوريا بهذاك الوقت الشيخ زايد الله يرحمه، بنادى الضباط القديم، كانت كل القيادة موجودة، أستاذ دريد عمل حفلة مصغرة تكريما لوجود الكل، فنزلنا نسلم فقال له يا رفيق أحمد سيادة الرئيس لأحمد اسكندر، قال له يا رفيق أحمد من أنا وصاعد هذا الشاب ابن الحركة التصحيحية، وخليه وافتح له أفق النجاح وخليه يثبت وجوده ويعرف الأغنية السورية الفراتية. أنا بقى على بكى، على ما عاد أشعر أنا كيف، طاير فرحان، ما بعرف، خايف ما بعرف، لأنه مسؤولية كبيرة. كان خلدون المالح الله يذكره بالخير أستاذ دريد، جيت أشكي لهم وأحكي لهم الحتوتة هاي، قال إيه ولا يهمك، بكرة صح النوم وملح وسكر نوزعه على الدول العربية وتنعرفوا، هذا ليش شيلهم ليش خايف، شجعوني أكثر. قمت أنا بقى على نفقتي الخاصة مسكتها من أمريكا إلى الفلبين، درت كل العالم مشان أعرف الأغنية السورية الفراتية على نفقتي الخاصة، ما استنيت حدا يدعيني ولا حدا أبدا، أنتج هل أقدر عليه وأسافر فيه وأعرف، وعرفت الأغنية السورية من هذا. علما يا علما يا على عين يا ملايا يا ابني يهب الله زبيني عطشان انطيني مايا خلود ما ينتسى، ثوبي الفراتي ما أشلحه بنوب لحد الآن، أما هذا اللون كان مفقود في الإذاعة السورية وفي التلفزيون السوري كلون بدوي سوري شعبي، لأنه ثلاث أرباع سوريا ريف، فهذا الناس هذول محتاجين لهيك لون. كنا نعمل برنامج الفلاحين، كان خضر عمران وكان هذا علي كنعان، وكنا كثير يعني ناخذ علبون 10 ليرات،
يعني أساس الكبار كنا نشترك نقدم فلان ويحطون. بذاك الوقت ما في إلا نظم الغزالي بعض الأغاني العراقية يحطوها، يعني هو ترضية للناس الريف، عرفت شلون. بعدين أنا لما استمريت بهذا الشيء وعملنا برنامج عواد المناع، تعرفي أنت سمعانين فيه كمان حلقاته كليتها عن حوض الفرات وكذا، وحبت العالم حبت اللون والخليج حبوا اللون تبعي، وخرجت عن العراقي اللون العراقي حتى ما يتهموني انه انا قام اقلد اغاني عراقيه. انا اصريت، فاصراري كان على الاغنيه الفراتيه هذا السبب، ونجحت فيها الحمد لله، وحطيت البصمه المشرفه اللي تشرف بلدي وتشرف بلدي سوريا وتشرف بلدي الصغير دير الزور، عرفت كيف. وهذا انا افتخر فيه لليوم هذا. الفنان الشعبي معن دندشي راح، يعني الاغاني الشعبيه هذول اللي اقصدها انا، من معن دندشي، عرفت كيف، يعني اللون اللي طرحته انا. عندك الزرزوري اللي غنى على الربابة الزجل وما زجل وهيك شغله شعبيه، مثل الروح نفس الروح هاي ما في، في اغاني شعبيه اما خفيفه يعني، عرفت شلون، على مستوى سوريا. في جديد بس انا قلت لك جتني وقعه صحيه ووقفت صار لي انا من 2004، يعني تقريبا اعتزلت الا شوي، يعني باقي شوي، اما في كثير وان شاء الله بس ترجع صحتي علي، عرفت شلون. يعني مثل ما قلت تو يعني وقعه صحيه فتح قلبه وكذا اعراضيه يعني بتروح وتجي، ايه فاصحصح شوي ان شاء الله، وفي اغاني جديده ان شاء الله اطرحها من اول وجديد، واحاول ارجع من اول وجديد ان شاء الله. ميلي علي يا ميلي ليلي يم النار النيلي، يعني من مخانم قلبي نار خدش كهربا ويضوي، ليلي نمرثنا عشق نديلي، يعني من مخانم قلبي نار. هلا عيني هلا بالغالي بالغايب جانو، يا هلا بغلى الغوالي هلا بالريحان، هلا عيني هلا بالغالي بالغايب جانو، يا هلا بغلى الغوالي هلا بالريحان، وهلا عيني هلا بالغالي بالغايب جانو، يا هلا بغلى الغوالي هلا بالريحان، هلا عيني هلا بالغالي يا هلا أغلى الغوال هلا بالريحان، ويا موقفنا استنينا ما جيت شلون، ما جيت شلون، شنو السبب قول لنا يا سمار اللون، يا سمار اللون، ويا موقفنا استنينا ما جيت شلون، ما جيت شلون، شنو السبب قول لنا يا سمار اللون، يا سمار اللون، ما نقدر على فراقك مهما يكونوا انت قول، ما رح حريتنا بشهر نيسان، هلا عيني هلا بيه